بالهيئة العامة حقيقة، هم دي يسوون اجتماعات يومية، اجتماع وبدأ القوزي وبدأ الجوز واللوز، ومن هسه صارت الترتيبات على هاي الأمور الصواني، لأن هسه صار الكرم. فأنا ما كنت معزوم على القوزي؟ أنا ما حياتي مو تعرف، لا أكل قوزي ولا أحب القوزي، فالصواني بدأت من هسه. من صاحب الوليمة؟ ما أعرف غير هو، من رئيس الاتحاد، هو رئيس الاتحاد، غيرك وغيره ولا لا. فأنا بس نصيحة لهم يعني. ما راح يعزمكم أنتم على القوزي؟ أنا ما أحضر من هسه، أقول لك لا أحضر ولا أتين، راح يروح ممثل عني يجوز أدز واحد يعني من أعضاء الإدارة يروح موجود. بس نصيحة لهم، أكو أمور هم ديدسها على 100 لورا 40 يوم 50 يوم، أنا واحد على نفسي كامل صغير، من أقوم بالهيئة العامة ما حد يقول لي اقعد، واللي يقعد أنا يا صار عصير، أنا يعني أتكلم ويا غير كلام. أول شيء عندنا اثنين سجنوا، واثنين بقوا داخلين بالإنذار، ولهذه الأسباب ده بين استقالة، هاي وحدة. طبعا احنا هاي من الساحة اطلاقا، من الساحة انا واحد معلم ما ساحة نهائيا ولا انساحة حياته، ما انساحة. اثنين سجنوا واثنين بقى عليهم الدار، اللي هو الملا وعلي جبار، مو وجوا بحوشوا الامه، قلبوا الامه على اتحاد القدم، على التقرير المالي مالنا اللي بالحسابات اللي موجود، والحمد لله وشكر. فنقول مثل ما تخوم عليك ان تحصن ربعك. الهيئه العامه ناس محترمه وناس ما اعتقد يخافون من اي واحد، من اكبر واحد اذا كان بالسلطه وغير السلطه. اكثر الهيئه العامه حاربوهم، حتى دوله حكومه بكبرها في وقتها حاربت الهيئه العامه، وهواي سوت عليهم. اعتقد الهيئه العامه هي شجاعه وما تخاف. كهيئه عامه موضوع طرح الثقه بالاتحاد وارد؟ يمكن كل شيء يصير، توقع توقع. وبعدين انا خلنا نصيحه للاخوان، هم اللي هم بالاتحاد عليهم ان يخلون جلسه مفتوحه، لا يصير يقول لي فوضى ويعلم العالم، ماكو احد يتعلم، كلنا احنا متعلمين ونعرف.